السلام عليكم، معكم سحر معطاوي ومرحبا بكم على قناة فنانة. ممثلة ومقدمة برامج مغربية، وهذه 4 سنين وأنا عايشة في المغرب. كنت عايشة قبل في الهند ودخلت المغرب وكنزاول هذه المهنة بكل فرح. مشاركتك في فيلم بنت الحلال، بالنسبة للدور ديال الوفاء فكان فيه تحدي، لأن أول حاجة مثلت دور ديال فتاة قروية، فأول حاجة كان خاصني نخدم عليها هي اللهجة، لاكسون ديالتي كان خاصني نبدلها. وأيضا بالنسبة للقصة فكان لعب دور ديال أم عازبة، ف كان ايضا تحدي بالنسبه لي بما انني ماشي ام، فكان دور فيه تحدي بزاف، وانا كيعجبوني التحديات، فكنظن ان كانت تجربه زوينه بالنسبه لي. داكشي علاش الصعوبات اللي واجهناها واللي واجهتها ليكيب كامله، هو بان كان عندنا وقت ديال التصوير قليل، كانوا عندنا 12 يوم يمكن، فهذا هو التحدي الوحيد اللي كانوا عندنا نهارات طوالين ديال التورناج. وصراحه داز واخا هكاك دازو بزاف، لان كل شيء كان عاجبه القصه، كل الفريق كامل كانوا مامنين بالقصه ومامنين بالمخرج منصف النزهي، كان هو القائد ديالنا ديال القافله، فكانت تجربه زوينه الصراحه. بما انك في ذاك الدور جسدتي شخصيه صراحة السؤال ديالك فكرني في واحد لو باساج من لو فيلم اللي كانت ديال الرئيسة ديال الجمعية اللي كانت لعباته الأستاذة أمل تمار، قالت بأن في الدور ديالها قالت بأن حنا هنايا ماشي باش نعاتبوك، ولكن حنا هنايا باش نعاونوك. فكنتمنى أن الميساج ديالي ما كنوجهوش للأمهات العازبة، لأن الأمهات العازبات مساكن بركة غير النظرة ديال المجتمع اليوم، فأنا كنوجه ميساج للناس اللي كيحكموا واللي كيشوفوا الأمهات العازبات بواحد الطريقة خايبة، كنقول لهم سي سولمون، كنقول لهم بأن ما تعاتبوهاش ولكن عاونوها، فهذا هو الميساج اللي نقدر نوجهه. واخا شنو الفرق بين الصحة الإعلامية والصحة الممثلة؟ وصحة على ذات الأزياء. صراحة هما شخص واحد، صحر شخص واحد. اكيد فاش كنكون غدا الخدمه ديالي، فاش كنكون اعلامي، فاش كندير العمل ديال مقدمه البرامج، ماشي نفس الشيء اللي فاش كنكون غدا نمثل ولا فاش كنكون غدا ندير عريضه الازياء، ولكن هما نفس الشخص و كنمشي كأنا كصحر. هذا هو الجواب ديالي. واخا باش كترجع صحر في الإعلام والتمثيل أم مجال ديال الماركتينغ؟ كنرتاح فيهم بثلاثة، وإلا ما كنتش غادي نديرهم، فبثلاثة بهم كنرتاح فيهم. دابا وليت كنمثل أكثر من ما كنقدم البرامج، وأكثر من عرض الأزياء، ولكن مازال كيعجبوني بثلاثة، وفاش فاش كيكون عندي الوقت وفاش كيكون أن بروجي زوين، علاش لا نديرهم بثلاثة. واخا واش غنشوفوك في أعمال سينمائية أو تلفزيونية؟ ان شاء الله كاين جاي الخير. واخا التجربه ديال البرنامج اللي كنتي كتكون معايا الاولى؟ صراحة كانت تجربة مزيانة، ألف مرحبا، تعلمت فيها بزاف ديال الحوايج، كيف ما صراحة كانت تجربة زوينة، ألف مرحبا، تعلمت فيها بزاف ديال الحوايج، مشيت للمدن اللي ما كنتش نفكر نمشي لهم، اكتشفت بزاف ديال الحوايج على المغرب وعلى التقاليد ديالنا، تلاقيت مع بزاف ديال الناس، فكانت مدرسة بالنسبة لي، تعلمت فيها بزاف ديال الحوايج. واخا رايك انا بالنسبه لك انت لما كتفدي السينما الهنديه والسينما المغربيه، بما انك عشتي في الهند وحضرتي السينما الهنديه،
كيعجبوني بزاف واستيتيكمون كتعجبني، كيعجبني كيفاش الهنود كيخدموا الافلام ديالهم، كيفاش الافلام ديالهم يلا ثلاثه ديال الثواني الاولى كتعرف راسك بانك في الهند. ولكن السينما المغربيه قريبه ليا، وكيعجبني بانني كتعجبني السينما المغربيه لانها كتعالج بزاف ديال القضايا اللي كيلمسوا المجتمع المغربي وكيلمسوني حتى انايا كمواطنه مغربيه. فما يمكنش نقارنوا بين الجوج، وبجوجهم زوينين، بجوجهم عندهم واحد الطابع ديالهم خاص. ولكن دابا نبغي نشتغل في افلام مغربيه اللي قرابين مني ومواضيع اللي قرابين مني، فهادشي اللي كاين. مواقع التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي كنظن بانهم زوينين، كيقربوا الفنان من لو بوبليك. الا هو عندي مشكل مع مواقع التواصل الاجتماعي، ما كان بارطاجيش بزاف. ديما صحابي كيبقاو كيقولوا لي سحر فين كتغبري، فين كتمشي، ما كنبقاوش نشوفوك في لي ستوري. ولكن صراحة كنكون إما عندي تورناج، فاش كنكون في شي تصوير ما عرفتش علاش ما كتجينيش نبقى ديما نكون في التليفون. يمكن حيت البروجي الأولاني ديالي كان في فيلم بوليوود، وديك الساعات كان كيبان ليا كلشي حتى شي واحد ما هز التليفون، فداك الشيء علاش ما كنتش كنهز التليفون، فداك الشيء علاش بقيت ديما في لي تورناج ما كان التليفون. وفاش كنشوف الزملاء ديالي قبل اكسيون كيكونوا كيصوروا ولا هذا، كنقول سعدات هما كيقدوا، اما انا خاصني نكون منعزله باش نقدر كنكون منعزله، ما كتجينيش نهز التليفون. ف ولكن نتمنى بانني نولي نبارطاجي لي ستوري ونبارطاجي اكثر المشاهير اللي كيشاركوا حياتهم خاصه وحياتهم العائليه. كنظن ان هذا قرار شخصي، فكل واحد شنو كيبغي يدير، كل واحد شنو كيبغي يبارطاجي مع البوبليك ديالو. انا بيرسونيلمون كنبغي نبارطاجي معاهم الاعمال ديالي، كنبغي نبارطاجي معاهم ديك الجانب اللي فيا فني، اللي الجانب العملي المهني والفني. فكل واحد حر، كل واحد شنو كيبغي يبارطاجي مع البوبليك ديالو. شكرا لموقع فنانه، وكنشكر كاع الناس اللي تابعوا الانترفيو، وكنتمنى لهم التوفيق ونهار مبروك.